واحد من أفضل الأفلام المقتبسة من قصة واقعية راح يكون فيلم السهرة لهذه الليلة. تدور أحداثه في عام 1980 عن سائق تاكسي مهمته الوحيدة إنه يوصل مراسل ألماني من مدينة سيول الكورية إلى مدينة كوانزو. طبعا المهمة شبه مستحيلة في ظل أحداث الشغب المتدهورة في مدينة كوانزو. إيش اللي راح يواجهوه طوال رحلتهم؟ وهل لهذه الرحلة هدف أو لا؟ هذا أنتوا اكتشفوه بنفسكم. فيلم بكل بساطة يقدم لك دراما وأكشن وإثارة ويدخلك في أجواء من الفرح والحزن. والفيلم مليان رسائل وتوصلك بكل سهولة، وبعضها ممكن تغير نظرتك وقناعاتك عن الحياة. الفيلم من بطولة الممثل كانغ هو سونغ بطل فيلم باراسايت وميموريز أوف ميردر، ويشاركه في التمثيل الممثل اللامع توماس كريتشمان. والفيلم ترشح ب 26 جائزة مختلفة وفاز بستة منهم. وأخيرا الفيلم الكوري أتاكسي درايفر إصداره بسنة 2017. لو باقي ما تابعت هذا الفيلم فأنصحك تتابعه، فيلم مؤثر وراح تستمتع بكل شيء يتقدم فيه. تلاقوه في المواقع وما في لقطات، مناسب جدا للمشاهدة العائلية. تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو 8.5 من 10. سلام.